إليكم في هذه الحلقة أفضل 5 أفلام كورية رومانسية. قبل بداية عرض هذه الأفلام لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب به. قصة هذا الفيلم غريبة نوعا ما، فالبطلان يقومان بالتعرف إلى بعضهما عن طريق تطبيق للمواعدة، ولكنهما يفترقان ثم يجدان نفسيهما يتقابلان صدفة، فاستمرت بينهما علاقة مفتوحة لتتطور الأحداث بصورة مختلفة عن توقعاتهما. هذا الفيلم تم إطلاقه عام 2019، وهو من بطولة تيم هي سيب وجونغ هي سونغ، ومن إخراج جانغ داي جان، وحصل على موقع IMDB تقييم 6.7 من أصل 10.더 간절하게 보고 싶은 사람이 있죠. 그 사람을 어떻게 하면 만날 수 있을까요? فيلم كوري جنوبي من إنتاج عام 2019 من بطولة كيم جو يون وجانغ هي إين، ومن إخراج جانغ جي أو، وتدور أحداثه حول قصة حب تبدأ من موجة الإذاعة في التسعينات، حيث يسمع أغنية جميلة ويتعرض لكل التعقيدات المادية والاجتماعية التي تحدث لهذا الحب وتكاد تدمر هذه العلاقة. ويركز الفيلم على شكل الحياة خلال هذه الفترة في كوريا الجنوبية. نال هذا الفيلم على موقع IMDB تقييم 7.2 من أصل 10. تدور أحداث الفيلم عن قصة حب تجمع بين اثنين مر كل منهما بتجربة عاطفية سابقة سيئة وتركتهما محملين بالكثير من المشاعر السلبية، ولكنهما يجتمع بشكل غريب ويحاولان إنجاح علاقتهما. نال الفيلم على IMDB تقييم 6.9 من أصل 10، وهو يحمل طابعا كوميدي رومانسي. 씨는 로망이 뭐예요? 마누라랑 토끼 같은 자식들 든든하게 지켜줄 겁니다. 내 자신 로망이 뭐예요? يقدم هذا الفيلم رومانسي من نوع مختلف بين زوجين في العقد الثامن من عمرهما، ورغم إصابتهما بالخرف يكون للحب بينهما واقعا مختلف، فمع كل الذكريات التي ينساها كل منهما يوميا تتجدد ذكريات أخرى ويعيش معا حياة جديدة. نال الفيلم تقييم 7.6 من أصل 10، ومن بطولة لي سون جي وجانغ يو سوك، ومن إخراج لي تشانج جيون. الفيلم مأخوذ من قصة مصورة رقمية على الانترنت تحمل نفس القصة والاسم، وتدور أحداثه عن فتاة من عائلة متوسطة وتسعى إلى العمل من أجل الإنفاق على تعليمها الثانوي وتحمل نفقات المعيشة، وتجمعها الصدفة بشاب تشيري وله شعبية جارفة، وتبدأ بينهما علاقة تسبب لهم الكثير من المشاكل. تم إنتاجه عام 2018، وحصل على IMDB تقييم 5.9 من أصل 10. هنا سنكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس